Ben bu toprağın çocuğuyum. Sıkıntı yok. Bana kimse ezemez. Benim kellemi ezeceksin. Ben kimsenin uşağı değilim. Ben kimsenin aleti değilim. Hiçbir yere üye değilim. خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، حاول هذا الشيخ التصدي للدبابات على أمل ألا تتكرر أحداث دموية لم تغب عن ذاكرته رغم تقدمه في السن. 81 ده bitirdim. 12 Eylül yaşadım. Beni daha bir şey yaşatmayın. انقلاب 12 من أيلول عام 1980 عم أزيز الدبابات سماء تركيا إذانا بانقلاب عسكري هو الأكثر دموية. قاده رئيس الأركان كنعان إفرين. kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. قبل ذلك كانت تركيا تعيش حالة فوضى، اضطرابات عمالية وأعمال عنف كثيرة، جرائم خطف وقتل في أنحاء البلاد، طالت وزراء وصحفيين ونقابيين وسياسيين، ومعارك محتدمة بين اليمين واليسار، غاب فيها عن الطرفين أن هناك من يتربص بهما، ينتظر اللحظة المناسبة ليقلب الطاولة على الجميع، مستغلا حالة الفوضى في أرجاء البلاد. ممكنse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa İkisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bu gelen yönetim efendim sağa tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. صباح 12 من أيلول عام 1980 بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطؤ من حزب الشعب الجمهوري الذي كان هدفه آنذاك الإطاحة بالإسلاميين بعدما ذاع صيتهم بقيادة نجم الدين أربكان، أعلن كنعان إفرين وفريق من الضباط بيان الانقلاب مرفوقا بالنشيد الوطني، جاء فيه أن الهدف مواجهة الإرهاب الشيوعي والتطرف الديني وحماية مبادئ تركيا التي وضعها آتاتورك. توقفت على إثرها أحداث العنف فجأة، سريعا ألغي البرلمان وعلق العمل بالدستور، كما تم حل جميع الأحزاب واعتقال جميع السياسيين بالإضافة إلى حل النقابات المهنية. وفي العام ذاته أجريت انتخابات أفرزت فوز كنعان إفرين بنسبة 90% من الأصوات، لتدخل تركيا سنوات الحديد والنار. ملأ السجون بنحو 650 ألف معتقل، ونزع الجنسية التركية عن 14 ألف آخرين، منع مئات الصحف من نشر الأخبار، وطرد آلاف الموظفين والقضاة والأساتذة، كما قتل مئات الأتراك تعذيبا وإعداما، لينجح خلال 7 سنوات من حكمه لتركيا في إلغاء الحياة السياسية كليا والتأسيس لنظام قمعي يحد من الحقوق والحريات. لسنوات طويلة بقي بعيدا عن المحاسبة، وهو الذي أقر عبر الاستفتاء دستورا جديدا للبلاد يمنحه وعددا من الضباط الحصانة مدى الحياة، وهو ما تم إلغاؤه عام 2010 لتبدأ تركيا في محاكمة المسؤولين عن الانقلاب عام 2012، ويصدر حكم بالمؤبد ضد كنعان إفرين الذي توفي بتاريخ 10 مايو عام 2015 مخلفا إرثا دمويا اعتبر به الأتراك. 81'de bitirdim. 12 Eylül yaşadım. Beni daha bir şey yaşatmayın.